بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بون دوك نعرفكم بالريزو تاع ريكابلي تاع ستيف اللي بدا في حوالي في اخر سنه تاع 2011. ونا في ان ريزو، انا كري ان ريزو، لو ريزو هذا في ستيف مع لويسي لويسي لا سيسيالاس دو ستيف. بون سور انستركسيون دو مسيو لو مينيستر ان 2010 في 2010 اجتماع مع الوزير اللي طلب منا باه نديو القمح اللوكال تاعنا، القمح الصلب اللي كانت النوعيه تاعو ناقصه بزاف. ما طلب منا احنا المحولين هذو تاع لي مولا باه نشاركوا مع الفلاحه ونسقموا النوعيه تاع القمح تاعنا. دونك احنا في 2011 درنا البريمير ريزو هذا اللي يشرف عليه الاستاذ الانجنيور سي ابراهيم فلاح ابراهيم. سؤال باش ندخل عام الاول. ها من بعد خليني نكمل ولا نكمل ولا مفهوم يعني باش تفهموا باللي النبته كي اسمه الكبر تاع هذاك يعطيكم فكره على الجذور تاعها. دونك درنا الريزو هذا، والريزو هذا نخدمه كل عام نديرو انفورماسيون. بدينا من الاول خلاص بدينا ب 11 فلاح بالسيف باه جبناهم. دوك راهم يحاولوا كل السنه هذه يحوسوا كل الناس باه تدخل في الريزو هذا. لماذا؟ دوك نبينوا له لماذا. دونك كل عام نديرو حوالي 11 يوم تيوريك نديروهم هنا، وعندنا يومين ولا ثلاثه براتيك اللي نديروهم في لي تي جي سي اكسيتيرا ولا عند الفلاحه بالذات، باه نعرفوهم كيفاه يريقلوا لي ماشين، كيفاه يسقموهم، كيفاه يديروا. من العام الاول حتى العام الثالث افيك لا بارتيسيباسيون بيان سور تاع لي زونيفرسيتي دو باتنا اون بريمي ليو اللي نشكرهم بزاف الاساتذه تاعها، ومنها الاستاذ هذا اللي دوكا يدير لنا دوكا اجتماع اللي يدير لنا لا فورماسيون تاع لا جورني تاع اليوم. فهمت؟ هذا نشكرهم الكل بزاف الكل. عندك عندنا مدام بولا الواح والاخرين اسمهم عبد النبي، مدام عبد النبي، مسيو سبيح. مسيو سبيح، ما هذو سي دي زونسينيون شيرشور اللي راهم عاونونا بزاف من الاول. وعندنا لونيفرسيتي دو سيتي الثاني اللي راهم كانت واحده معلمه ثم انسينيونت معاهم مدام زعبوب اللي راهي عاونتنا ثاني، عاونتنا عندها بزاف. ودوكا اوفيسيالمون انا سيني اون كونفونسيون مع لونيفرسيتي دو سيتي ثاني اللي اون فا دوني دي سوجي باه يعاونونا فيهم، باه نسقموا النوعيه ولا كونتيتي ثاني بوكو بلوس روندمون اوسي بيان سور، باسكو الفلاح اللي بوكو بلوس انتيريسي بار الكميه، باه الكميه تطلع تاعو. وعندنا امثله بزاف. عندنا احنا الفلاحه تاعنا كاينين منهم واحد اللي كان يدير مع بكري، كان من قبل يدخل في الريزو هذا يدير 11 قنطار و12 قنطار في العام، كل عام ما قدرش يعقبها. دوكا راهو يدير ما يديرش قل من 40 قنطار في القطار. ايش غير لكم انتم مام كش ما يكونوا عندكم جوارينكم حابين مثلا دير لهم لي زاناليز كيف احنا لي زاناليز الفيرتيال راه يدير فيهم باطل، راه يدير فيهم باطل. وباش يكون في علمكم اناليز وحده الساشيه تاع تراب برك تسقى من الفيرتيال بين 25 مياه حتى 3 ملايين. الاستاذه تاعباتنا ثاني ديما يخدموا معنا، عندنا في كل عمليه من العمليات نجيبوا اخصائي اللي يخدم معنا ويفهم الفلاحين وين كيروحوا هما المزرعه تاعهم، يطبقوا الشيء اللي تعلموه هنايا ويصلحوا. النتائج كما قال الحاج يحكي كانت باهره، وين قدرنا نحقه ندوبليو نضاعفوا الانتاج، كانوا النتائج لاباس بها. حققنا جوده عالميه ماشي جوده وطنيه، حققنا جوده عالميه، كانوا نتائج يعني لاباس بها. دونك راهو تحسن بزاف وفي او نيفو دو لا كاليتي، او نيفو دو لا كاليتي. عام الاول لي زاناليز تاع عام الاول اللي درناهم تاع القمح تاع لونسومبل دي ريزو تاعنا، لونسومبل دي ريزو تاعنا رانا لحقنا باحسن قمح في العالم. دون الموند سادير لو ريزو لا كاليتي دي بليد تاع 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 لو ريزو تاع ستيف اللي فيها تقريبا عام الاول 60 فلاح
قل من 60 كانت قبل كانت 40 فلاح في 40 فلاح اللي داروا داروا لا كاليتي توتال تاعهم لحقنا افيك ان طو دو بروتين دو 15-50 موين جينيرال 15-50 لو ميتاديناج الى فوازين لو 0% لو ميتاديناج الى فوازين 0% يعني معناتها بلي لا كاليتي هذه ما كانش خير منها في العالم. يعني باش تعرفوا باللي الاصناف اللي راهي موجوده على مستوى الوطن نتاعنا حنايا والاصناف هذه اللي راهي موجوده يعني عندها قدره انتاجيه عاليه. لما الانسان يخدم يقدر ينتج، لما الانسان ما يخدمش ما يقدرش ينتج، وهذا هو الاشكال اللي راه مطروح دوك احنا السنه هذه. انا يعني في الحقيقه انا ما تخبش 32 قنطار يعني مع كميه الامطار اللي صبت السنه يعني 300 تقريبا 94 ملم يعني حتى في شهر ماي تقريبا 79 ملم يعني في شهر مايو هذا هو وقت الازهار. الشيء الوحيد ممكن الاخوه الفلاحين ولا الاطارات ما لاحظوش هو على بالكم القمح الصلب تاثر بزاف خاصه في تاريخ 1 و2 و3 حتى لتاريخ 4 من شهر ماي كانت درجه على بالك البروده في منطقه صيفيه -7 يعني -7 وهذا اثر كثير على لا فيرتيليتي تاع لي زيبي وهذا ما اثر يعني نورمالمون كان الانتاج يكون اكثر. وهنا وندرنا بها لي زيسي وخرجنا بها السميد ما شاء الله. والوقت هذاك ثاني القمح تاعنا كانت لويسي كانت محتاجه بادير لا سومونس ما لقاتش خير من لا كاليتي تاعنا دونك القمح تاعنا كل داو بور لا سومونس وهذا لا سومونس اللي داو عام الاول هي اللي مدت لنا السنه مدت لنا ان ريزولتا اكسيبسيونال. دوكا رانا السنه رانا وصلنا في 2000 هكتار في 2000 هكتار عندنا 2000 هكتار 2200 هكتار عام الاول هذه الاخرى اللي حصدناها عندنا شهرين ولا ثلاثه وصلنا افيك في 2200 قطار وصلنا اكثر من 6600 قنطار في الريزو تاعنا دونك تقريب 32 كانتو على الهكتار دونك حاجه تشرف بزاف فيها اللي جابوا مساكن 15 وفيها 50 وطلع اكثر 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 من 50 نون ريغي ماشي ريغي يعني المطر بالمطر برك بالمطر فقط تجيبوا اكثر حتى ال 50 جابوها بالمطر دونك واش هي هذا اللي تينير التكنيك مريسبكتينو دونك لا فورماسيون هذه تعاون الفلاح باش يحسن الانتاج تاعو يحسن الانتاج تاعو في النوعيه والكميه صافي دير حنا دونك الاساس باسكو حنا ما نشوفوش الجذور ما نشوفوش لي راسين شوفوا غير الفوق برك بصح كي تشوف باللي الفوق واسمو النبته راهي صغيره اعرف باللي عندك مشكل في اللي راسين النوعيه باه تولي لو برودوي تاعو مطلوب بزاف يحوسوا عليه الناس الكل والكميه باه ينجح هو ثاني فوالا فوالا دونك حنا جوستومون من بعد نديروا نمدوا لكم نعقبوكم لي ريزولتا تاع لا كاليتي هذه لا كاليتي هذه اللي مديناها للوزاره تاعنا وقلنا لهم هذا سي فو لي كريس يعني ليفر دور باللي النوعيه تاعنا بكري كانوا يقولوا جدودنا باللي يقولوا كانوا يديوا النوعيه تاعنا يديوا قنطار ويعطيونا زوج يبان وصلنا هذوك وصلنا بالنوعيه هذه نعطي له قنطار بمدي ثلاثه فهمت مدي ثلاثه باسكو القنطار تاع القمح هذا اللي بروتين 15.5 وميتادينا بريسك زيرو راهي النوعيه ما كانش خير منها ما نيزيست با وحنا كيما نقولوا اوكرانا نتعاونوا هنا ما كانش هذا اللي يقول انا هذا خير من هذا وكل نتعاونوا كل واحد يجيب لنا معلومه جديده نستفادوا منها ان شاء الله اكل وانا نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله ما تكونش هذه الملاقات كما نقولوا لا والله ان شاء الله زيدوا نتلاقاو ولا بارك الله فيكم.